اليوم في علامات استفهام كتير كبيرة عم تنطرح، ما بلشت يعني عند المجلس الدستوري، هيدي مرحلة مرقت بالمجلس الدستوري. الكل ينادي بالانتخاب والكل ما بده انتخابات عمليا، في عملية حبك لتطيير الانتخابات بطريقة ما حدا يطلع متهم فيها وتكون كلها شراكة حلبية كلها سوا بموضوع التطيير. اليوم في كلام صدر عن الرئيس نبيه بري موجود بالصحف وامبارح انه لا، سعد الحريري وتياره مكون اساسي وفي مشكلة كتير كبيرة وخطورة على الانتخابات وعلى المجلس المقبل في حال لم يشارك سعد الحريري. هيدي تمهيدة. في يعني في كتير مؤشرات، ما بعرف من وين جايب هالإيجابيات حضرتك، في كتير مؤشرات بتخليك تكون متأكد أنه لن يسمحوا بتمرير الانتخابات وحصول هذه الانتخابات. أنه أنا مني موهوم، أنا شايف عمق أزمتهم وشايف زعيق الإعلامي بمسرحياتهم الأخيرة مؤشر على قديشهم من هذين. بس هن بالعادة بالأزمات علي وعلى أعدائي ما بيسلموا على البارد، سقطوا أو بيسقطوا قدام محكمة الناس هلأ أو بيسقطوا مؤجلاً قدام محكمة التاريخ. أي ناس بالتحديد؟ لأنه كمان هن قلوا الناس، الناس الواعي، الناس اللي انفقرت عيونها بالتظاهرات، الفتيات اللي نزلوا حاملين شعارات مدنا بس لبنان وكرامة وخبز، اللي استشهدوا 3 أو 4 من أبطال الثورة وما حدا سأل كيف ماتوا. إذا بدك تحط بالميزان هاو عن جد، إذا بدك تحط الجمهورين بالميزان، أحكي جمهورين الشعوب، إذا بدك تحطها بالميزان يعني ما هيدي مقابيلة. هاي علينا نضل نوعي ما تبقى من فلول جماهير المنظومة ونقول لهم انتبهوا. وهلا بنحكي عن المسرحية اللي عم نشوفها ومنذكر فيها، تلقون انتبهوا، ما تخلوا حدا يضحي فيكم بعد مضى، ما تخلوا حدا يتاجر فيكم بعد مضى. كم مضى صرتوا عايشينها، كم مضى صرتوا شفتينها، هي ذاتها حد أدنى من الوعي. لأنه سمر قلتها وبرجع بكذر، إذا لا سمح الله هيدي المنظومة رجعت أنتجت حالة باستحقاقات 22 نيابيا ورئاسيا، بده كل مواطن يعرف شغلتين هو نتيجتين حتميتين رح يحصل. واحد، كل أموالكم راحت نهائيا، مش حدا يقعد ينطر انه شو بيطلع التعميم وشو بيعمل المصرف. لا، اذا هاي المنظومة اعادت انتاج حالها، انسوا كل مدخراتكم واموالكم. 2، انسوا ولادكم رح يسافروا، ومش عم بحكي من الغيب ولا عم بحكي، لا ما كنا عايشينها، عم نشوفها قدامنا. سمر، نحن فال 230 ألف إنسان بسنتين، أقل من سنتين. يعني إذا انعطى هيدي المنظومة بعد ولاية نيابية وحدة 4 سنين، كتر خير بيكون 600 ألف، هودي تقريبا 70% من القوة العاملة. هاو بيتعبوا بشو؟ أو بينهار المجتمع أو بيتعبوا بجماعات أخرى راح البلد. 2، نحن عم نعرف أنه هلأ نحن بهيدي السنتين مطيرين الشباب حوالي 18 مليار دولار كانوا كافيين لينهضوا بكل البلد من أزمة ويوقفوا الانهيار. إذا انعطوا بعد ولاية نيابية بروحوا الباقي. فمنشان هيك الناس بدها تعرف هيدا اللي هلأ عم بيسب على السوشيال ميديا، وهيدا اللي بعده معتبر أنه زعيمه ملهم، وهيدا اللي معتبر بعد أنه قائده نص إله وموحى لإله من السماء. بدك تعرف أو بيكون براسك في مخ وبتعتقد وبتآمن وبتدرك وبتتيقن. إذا كملت هيك بتآخر 22 بدك تخسر كل أموالك وتخسر كل أولادك، أو بدك تغير وبدك تلتحق بالمليونين إنسان اللي بشكلوا الأكثرية اللي نزلوا على الشارع، اللي هاو عليهم برجع مسؤولية يكونوا على مستوى النضج والوعي والوحدة وتقديم البدائل الموثوق فيها. بيجعبوا البدائل الموثوق فيها، لأنه كمان يعني هون واحد بده يحكي بصراحة، يعني عم شوف بعض النماذج اللي عم بتقول إنه هي مرشحة باسم الحراك، بذكروني أبدا ب 14 أدار. كيف هيك في قسم من فلول ورستم غزالي وغازي كنعان فجأة هيك بأقل من 24 ساعة شفتهم أنا لأنه كنت موجود، حطوا هالشال الأبيض والأحمر وصاروا قال سياديين. هلأ عم بشوف منهم ذات الشيء من الفاسدين، من في ناس كانوا مفوضين غازي كنعان بالدولة اللبنانية، هلأ عم شوفهم بمنظومات الحراك. فمشان هيك لا، كمان هود الشباب بدهم يكونوا واعيين ناضجين يقدموا بدائل، يعرفوا ينقوا حالهم يعني. وأنا برأيي لأنه الأزمة كبيرة، الفرصة كبيرة.
ان شاء الله الله يزرع فينا ربع هالتفاؤل يلي موجود عندك. خليني فوت شوي على المسرحيات. نعم. هالمسرحيات اللي يعني بلشت هيك عم خلينا نقول منا لحالة عم تفضح حالة وعم بتفك فيك، ومنيحة يعني كنا عم نحكي تحت الهواء، منيحة يطلعوا يردحوا لبعضهم، حلو هيدا هيدا نص الحقيقة يعني. ماركس عمليا ماركس منه هينا، كان بيفهم هيدا الزلمة. هلا ما يفكر البعض انه ماركس، بس عنده مقولة كتير حلوة بيقول انه التاريخ لما بعيد حاله أول مرة بيكون مجزرة، ثاني مرة بتكون مسخرة. فهلا ليش عم بالمسخرة؟ هلا بالمسخرة لأنه عم بيعيدوها. عملنا المجزرة وهلا بالمسخرة نحن. خليني بلش ابتداء أنا أقول من الكلمة فخامة رئيس الجمهورية نهار التنين بعد عيد الميلاد وصولا، ويلي طبعا كانت خلينا نقول فتح باب، كانت وضع نقاط على الحروف، كانت وضع عناوين وفتح باب مواربة وصولا إلى كلمة جبران باسيل. ما لم يقله فخامة الرئيس ميشيل عون قاله جبران باسيل، وبعد في أكثر يعني صحيح. بعد في بين صحيح. ترك بين السطور لمن عنده موهبة القراءة بين السطور، طلع رد هجوم طبعا شامل على الجميع، طلع رد على حسن خليل، كلمة السيد انتظرها الناس انه يكون في رد ايضا. هلا بتقلنا ليش اجى هيك الرد بارد او جاي كلمة لاحقا؟ هاي المسرحية بلش فندلي فيها لنشوف هاي المسرحية الحقيقية. شو بدك تفندي؟ ما بعرف انه اللي مسرحياتهم لوين هيدي الفكرة. السبب واضح، أول شيء خلينا نعرف شو السبب تنقدر نعرف شو النتيجة. السبب إدراكهم بأنهم فلسوا فلسوا شعبيا، فلسوا سياسيا، هن أصلا مفلسين قبل وطنيا وفكريا، فراحوا على مسرحية ما يسمى شد العصب بالتحريض المذهبي. هاو حلفاء بعضهم سمر. طب أنا بدي أعطيك مثل هيك ويعذروني الناس، نحن اليوم بكانون الثاني 2022، طيب يتذكروا كانون الثاني 2018 شو صار؟ كانون الثاني 2018 نسينا مسرحية البلطجي، نبيه بذي بلطجي وبدنا نكسر له راسه، وقاموا جماعة أمل ردوا هجوم على سن الفيل وهجوم على الحدد. ويومتها ليش أنا واعيلة كتير منيح؟ لأنه أنا يومتها من الناس اللي صدقوا أنه إيه نحن عم نعمل هلأ إصلاح وفت بالمعركة، وأنا بس فوت بالمعركة، بفوت مش بالزجليات، بفوت بالملفات، وهذا الشيء اللي فجر وساهم بتفجير الموضوع. ووقتها بس خلي الناس تتذكر جبران باسيل دغري ركض عميله لهون عندكم على استديو، طلع يقول له لنبيه بدر لا 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 المسرحية تبعنا نحن وياك مكملينا، جاء عزيز ما بيمثلنا واللي عم بيقوله ما بيعني لنا، حتى كملوا المسرحية. فلمن خلصت الانتخابات شو صار؟ وين البلطجة؟ وين هجوم أمل على جبران باسيل؟ هاو حلف بعضهم. معلش اسمحي لي، كيف خلصت؟ بس خلصت الانتخابات سمر، وهذا عن جد الناس لازم تسمعوا بالحرف. جبران باسيل بعد البلطجة وبعد بدنا نكسر له راسه بعد الانتخابات 31 تموز جبران باسيل يزور نبيه بذي بعنتيني مع الله يسامحه دولة الرئيس قليل فزل اللي كان يومتها معتقد انه هو اللي عم بيرتب. وشو بيصرح باسيل؟ اجتماعي بالرئيس بذي دشن مرحلة جديدة في العلاقة بيننا وخربط حسابات من كان يظن ان بامكانه ان يستفيد من هذا الخلاف، وستكون بعد الآن فرص للتعاون المشترك في مساحات واسعة على مستوى مجلس النواب والحكومة، وسنشكل معا دينامو في السلطتين التشريعية والتنفيذية. أكثر من هيك بيقول باسيل، هودي مش هيك عم بقول للناس اللي هلأ عم بيتاجر فيهم وعم يلعب غرائزهم. من 4 سنين بيقول باسيل في عز الاشتباك مع الرئيس بدي كنت متأكدا أننا سنلتقي مجددا وأن اللقاء بيننا حتمي عاجلا أم آجلا انطلاقا مما نمثل وما يمثل، ولابد لنا أن نتعاون وأن نعرف كيف نتفق حتى نحقق إنجازات للبنان. شو هالمسرحية اللي ما بتنعمل إلا كل 4 سنين وما بتسائب إلا عشية الانتخابات وما بتخلص إلا بناس عم تتباوز وبعملاء وزراء ولبنان عم بفلس وينهار؟ وهودي أكبر حليفين لبعضهم، ما بقى حدا يضحك على العالم.
اي متى اختلفوا؟ طيب فاذا هذا لحظه سمعت يختلفوا على لحظه خليهم يعرفوا الناس يختلفوا على القصص مين طلع لهم ولو أكثر. ولو حشراتهم بدهم يفلتوا بالمسبات اي متى اختلفوا؟ اي متى اختلفوا؟ لما رخصوا لجامعه نبيه بذي خلافا لكل الاصول؟ مين رخص لجامعه نبيه بذي يا جبران باسيل؟ اي متى اختلفوا؟ لما سلمتوا الجامعه اللبنانيه كامله مين سلمها؟ عميلك ولا لا؟ مين عميلك؟ عن مين عم تحكي يعني؟ في ناس ما بيستحقوا تسميهم سمر، بس خلينا نيجي نعرف عن جد اي متى اختلفوا؟ اللي من عملوا صفقه انه منجدد لبنك التمويل مثل ما هو على كل الملف اللي عنده اياه ميشيل عون مقابل منغير بكازينو لبنان اللي اثنيناتهم بمؤسسه انترا، مؤسسه انترا مش عند نبيه بذري؟ اي متى اختلفوا؟ بالمحصصه ما بيختلفوا يا سمر. امبارح بانتخابات الكازينو نزلوا امبارح بتعيينات المجلس الاعلى للجمعيه هاو حلفاء بعضهم الله يسام مش بدي اقول الله يسامحك يا حرام يا ميشيل عون. ومنوصل على يوم نروي بالتفاصيل هذيك المعركة. لحظة شوي. نوصل على يوم نروي بالتفاصيل هذيك المعركة. ليش اليوم ترويها؟ وكيف بس خليني لحظة. لأنه أنا بعدني متردد بين إحساسين، بين احترامي لميشيل عون وبقوة الخبز والملح، وبين حرمة الحقيقة وتضليل الناس ومنع تضليل الناس. إيه بس ما فيك هيك تتصرف لأنه هيدا يؤخذ عليك. لا سمر إنك شريك بالموضوع تملك المعلومات وتمنع عن الناس. عم بقول صراحة. لا بدك تفندها. هاو حلفاء وتذكروا بس الناس كل ما حدا يطلع يكذب عليكم ويضللكم ويتاجر بعذاباتكم، يتاجر بعذابات مناضلي التيار وشهداء التيار وجيل ميشيل عون والدم اللي انحط من سوق الغرب لاخر مطرح ب 13 تشرين، هاو ما بيترجموا كرمال فلول غازي كنعان، ما فيك تجيب لي فلول غازي كنعان ورستم غزالي وتقول لي بدي اعمل سياده، ما فيك تجيب كل الفاسدين وتقول لي بدي اعمل اصلاح، يا مناضلي التيار مثل ما كمان مناضلي السيد موسى الصدر ما بقى حدا يلعب بغرائزكم وغيدتكم، هاو حلفاء مع بعضهم عم بعيدوا انتاج حالهم، بس تذكروا معركه كانون ثاني 2018، خلصت الانتخابات رجعوا قعدوا على الطاوله وحكموكم ونهبوكم، هل عم تتكرر؟ ممنوع انها تتكرر.